يا ام عبد الله منوراني. الله يفتح حياتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انتي عامله ايه انا بحبك قوي ومتابعك من زمان. يا حبيبتي؟ منوراني ومشرفاني متابعتك، اهلا بيكي. الله يخليك يا شيخ ساره، كان نفسي اكلم حضرتك من زمان، انا اول مره اتصل بحضرتك. حبيبتي ان شاء الله ما تكونش اخر مره، وانا سعيده جدا ان سمعت صوتك. انتي صراحه على راسنا كلنا والله، انتي حبيبتي شرفانه ومنوره الدنيا كلها والله يا عشاكه. رب يعزك يا حبيبتي، انتوا اللي مشر، ايه انتوا اللي على ساره، انا راسي. طالبه طلب، أموريني يا حبيبتي. انا عامله عمليه تكميم وعايزه يعني اكلات تناسبنا، يعني انا عامله بقالي 3 سنين ومش عايزه وزني يزيد. بصي يا حبيبتي انا هقولك ببساطة تعملي ايه، استغني دايما، يعني بما ان انتي اكيد عاملاها فانتي عارفة ان مقدار اكلك اقل، صح؟ صح، مقدار اكلك اقل، فبالتالي استغني عن الحاجة المضرة دايما. يعني انا اتحط قدامي لنفترض بامية ورز ولحمة، هاخد حتة لحمة وشوية بامية وهستبعد الرز، انا كده كده عندي المساحة ضيقة فمحتاجة اكل اقل، فبقوم مضحية بالحاجة اللي هيكون ليها اكتر ضرر عليا، فالحاجة اللي هيكون ليها اكتر ضرر عليا في كل اللي قدامي ده اكيد النشويات، فانا بفكر دايما في اكلي بالطريقة دي. ده مش معناه ان انا ما باكلش احيانا نشويات، لا، باكل مكرونة وباكل بطاطس وباكل رز وباكل كل حاجة، لكن بحاول دايما اقلل جدا في الكمية، ما بطوعش نفسي على اي تفاصة، وبحاول زي ما قلت لك لو الاكل اللي قدامي مش هقدر اكله كله بضحي باكثر الاشياء ضررا، وبالتالي بفضل ايه ثابته. الناس بتقعد تقول لي كفايه خساسين كفايه خساسين، انا ما بخسش خالص يا جماعه، انا ثابته على وزني، لا بخس ولا بتخن، فمرحله التثبيت اللي انا فيها دي بسبب اللي انا عاملاه ده، اللي هي التضحيه بالحاجه المضره بتسهل لي الحفاظ على الوزن، فانا ما بخسش. لكل اللي ايه بيقعدوا يقلقوا ويقولوا لي انت خسيتي قوي، خالص انا طولي ووزني يعني يعتبروا مثاليين، فانا مش اقل من الوزن الطبيعي بتاعي خالص ولا بخس زياده، فلا تقلقوا.